أهلا بكم. بحثا عن اقتصاد بديل، الجزائر تعمل على الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023، حيث تميزت السنة الجارية بحركية جديدة على الصعيد الاقتصادي، سنة أراد لها رئيس الجمهورية أن تكون اقتصادية محضة وسط مؤشرات تبرز تحسناً واضحاً في أرقام النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية للاقتصاد الوطني. بوادر هذه الاستراتيجية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وتنويع بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية تظهر جليا من خلال المؤسسات الوطنية التي استطاعت أن تبرهن على نجاعة المؤهلات الاقتصادية الوطنية للبلاد. إذن ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الراهنة؟ كيف يمكن مرافقة المستثمر الجزائري وترقية الإنتاج الوطني؟ وما هو القطاع الذي يجب التركيز عليه؟ وأين يجب وضع الأولوية؟ ما هي العوامل المؤثرة على اتجاهات المستهلك الجزائري نحو المنتج والإنتاج المحلي؟ هي أسئلة ضمن أخرى سنحاول مناقشتها والإجابة عليها خلال هذا العدد من برنامج رهانات، حيث أسعد باستضافة السيد مقداد عقون مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة. أهلا بك معنا سيدي. أهلا سيدتي الكريمة، مرحبا بضيوفنا الكرام ومرحبا بالسادة مشاهدينا. شكرا للحضور سيد مقداد. أيضا أسعد باستضافة وبحضور سيد الهواري عبد اللطيف مدير فرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات. أهلا بكم معنا سيد الهواري. أهلا وسهلا، أمسية طيبة للضيوف الكرام وكل مشاهدين قناة الأولى. شكرا للحضور سيدي. أسعد أيضا باستضافة الدكتور عمر هارون محلل اقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة المدية. أهلا بكم معنا سيدي. أهلا بك وأهلا بالضيوف الكرام وأهلا بكل متابعي القناة الوطنية. شكرا للحضور السيد هارون. أيضا أسعد باستضافة الدكتور عبد القادر صافي أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 3. أهلا وشكرا على الدعوة الكريمة والسلام للإخوة الضيوف الحاضرين. شكرا لكم على الحضور. وقبل المباشرة في النقاش نتابع هذا الفيتياغ الذي يتضمن توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدى افتتاحه معرض المنتوج الوطني، ثم نعود للنقاش. كل شيء مصنع، هذه قطعة كاملة مصنعة ونركبها هنا، يولي أن بون كوم. هذه خطوة كبيرة. هذا 100 في الصناعة الميكانيكية. الصناعة الميكانيكية وهذه القاعدة اللي درناها الجديدة، تبدأ من لا فوندري، لا فورج، لومبوتيساج، لا تولري، إلى فابريكاسيون حتى للبريسيزيون. وهذا يجسد الكلام اللي قلته. أن اليوم لوكوموتيف تاع الاندستريالزاسيون تاع التصنيع الميكانيكي هي الجيش. بركانا من التركيب فقط، التركيب ولا لازم نصنع بعض ولو يعني إدماج تاع 40-50%، رانا انتصار كبير وتكون فيه المداولة مداومة مع الجزائريين الاخرين، حتى الخواص يديروا في السوتريتونس في المناوله وزاره ام بي اس. بدنا نخلق حركيه وصناعه حقيقيه ميكانيكيه ان شاء الله. احنا نفضل باش في الشرق في الغرب في الوسط يكون فيه دي كارتاج تاع تصليح البواخر الكبار، لي شاليتي فوق لي شاليتي. نعم سي في اقرب وقت. نعم سي بالك، حنا الباخرات نتاعنا سيرتو نتاع المسافرين تتطلب تقريبا كل 5 شهور 6 شهور مينتونونس تري ابروفوندي، فيه اكتضاض في بجايه، فيه اكتضاض في مصر الكبير، خصنا ضغط كارتاج. نعم سيدي. اوبليغاتوار. نعم ان شاء الله. نعم سيدي. كما شاهدنا يعني الصناعة العسكرية تلعب دور هام وريادي للدفع بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني من ناحية الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد. سيد هارون، كما شاهدنا أيضا أكد السيد الرئيس على ضرورة رفع نسبة الإنتاج الوطني وخلق صناعة ميكانيكية حقيقية. ولا نظن أنه الصناعة العسكرية
في الجزائر هي واحدة من أهم صناعات اللي خلات يعني الأسس الأساس الحقيقية للصناعة واقفة. ولازم نتذكر شيء مهم، أنه بعد أزمة الكوفيد وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية تأكدت كل دول العالم أنه يجب أن تتوطن الصناعة داخل دولتها وداخل بلدها، ويجب أن تحمي يعني مقدرات هذه الصناعة وأن تطورها لتحمي خاصة الأساسيات الموجودة في البلد. كنتكلموا على الأساسيات في قطاع يعني العسكري، هناك بعض الصناعات العسكرية الآن اللي مهمة اللي تقوم عليها مؤسس الجيش الوطني الشعبي، اللي احنا كنا شفنا سابقا في الأزمة الأمنية في التسعينات كيف تخلى علينا الجميع وبقت لنا فقط المؤسسة العسكرية هي اللي واقفة. إذا اليوم بقاء المؤسسة العسكرية واقفة بهذه القوة وبهذه المتانة وبهذه القدرة على تقديم نسب إدماج مرتفعة هي يعني تقديم الجزائر نحو مساحات جديدة من العمل. هذه المساحات فيها التطور التكنولوجي، ليس فقط يعني الجانب الميكانيكي بل فيها حتى التطور التكنولوجي والتكنولوجيا الحديثة الآن اللي في الكثير من دول العالم المؤسسات العسكرية هي من تذهب لها أولا ثم حتى تصبح مدنية. إذن نظن أنه المسار اللي تمشي فيه المؤسسة العسكرية الجزائرية الآن هو المسار الاحترافي العالمي اللي يصير فيه كل كبريات يعني الجيوش العالمية نحو التوجه نحو التكنولوجيا نحو الإدماج التكنولوجي وطبعا نحو الاحتياجات اللي يحتاجها الجيش ويحتاجها حتى المدنيين. وهنا نتكلم عن الصناعة الميكانيكية، وشفنا أنه المؤسسات الموجودة الآن على مستوى الصناعة الميكانيكية في الجيش الوطني الشعبي هي حققت قدوة في الاقتصاد الوطني، حققت نسب إدماج جد مرتفعة، حققت استمرارية في الإنتاج، حققت جودة يطلبها الآن المواطن الجزائري، حققت وفرة متوفرة الآن في السوق الجزائرية ويمكن اقتنائها عكس باقي العلامات. ونظن أنه من الجيد أن تكون قدوة لباقي يعني العلامات على المستوى الميكانيكية خاصة في الالتزام اللي موجود على مستواها. لهذا تحية من هذا المنبر إلى كل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وإلى كل الجهود المبذولة في هذا الإطار. شكرا سيد هارون. أظن يعني المؤسسة العسكرية أيضا يعني رائدة في مجال الصيانة الصناعية سيد صافي. هو فعلا اليوم فيه يعني واضح للعيان فيه إرادة سياسية قوية جدا من أجل التوجه إلى يعني صناعة قوية، صناعة بكل مفاهيمها. والمؤسسة العسكرية هي نظن أنه خرجت من المفهوم التقليدي للمؤسسة العسكرية، اليوم فيه نظرة استشرافية ودور كبير يعني حديثة. فعلا فيه دور كبير سوف تلعبه المؤسسة العسكرية في المستقبل، وهذا من خلال توجيهات السيد رئيس الجمهورية كما لاحظنا في الفيتيار. واليوم المؤسسة العسكرية يعني دخلت للسوق، خاصة عندما نتكلم عن السوق الصناعية في لها من المؤشرات ما يكفي، وخاصة شراكة يعني صناعية بين مؤسسة الألمانية مرسيدس و بالاشتراك مع قطر والجزائر. فاليوم المنتوج المؤسسة الصناعية راه موجود في السوق اليوم وبجودة عالية، ونظن أن المؤسسة العسكرية اليوم قادرة تساهم بدرجة كبيرة جدا في ترقية الصناعة الميكانيكية في الجزائر، وهذا يعني ليس يعني شيء صعب على المؤسسة العسكرية لأنه لها من الإمكانيات ومن الخبرات ما يسمح لها من توفير هذه الخدمة لاحتياجات السوق الجزائرية. وايضا يعني هي ستساهم ايضا يعني في ساهمت ايضا يعني في الصناعات النسيجيه التي باتت ايضا تغطي يعني الطلب الوطني. فعلا اليوم المؤسسه العسكريه بفضل امكانياتها المتوفره انه قادره انه يعني تفتح اسواق اخرى بخلاف الصناعات الميكانيكيه. صناعه النسيج كذلك لها خبره كبيره جدا، وايضا يعني تساهم في الناتج المحلي الخام. الناتج المحلي الخام، وانه قلت انه فيه اليوم انا يعني بين قوسين نقول لك انه المؤسسه العسكريه اليوم تجاوزت الامن الاقليمي الى الامن الصناعي والى الامن الاقتصادي للجزائر، وهذا يعني انه مؤسسه عسكريه الامكانيات اللي عندها توفرها من اجل نقلة نوعية في الصناعة سواء على مستوى النسيج أو على قطاعات مختلفة سواء النسيجية أو الصناعية الميكانيكية بالدرجة الأولى. ممكن في المستقبل تذهب إلى الإلكترونيات وإلى يعني فروع أخرى أكثر تطورا، ونعرف أنه حتى أنها لها خبرة كبيرة في الصناعات الفضائية في الصناعات يعني المؤسسة الصناعية اليوم يعني فرضت مكانتها في السوق
يعني في مجال الصناعة المحلية في الجزائر. ودائما يعني في مجال ترقية يعني وتطوير المنتوج المحلي نتابع مقطع ثاني لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون لدى افتتاحه المعرض المنتوج الوطني. Vous avez un bon héritage. L'héritage تاع لينيام معروف حتى عند زيميغرين تاعنا معروف سي ما فيش لا بروغراماسيون بور لوبسوليسونس. يعني لما يشري واحد يشري كوزينيير كيما هذه تقعد ليه ويفوتها لولده لكن لازم دونك سو ماتيريال هذا مطلوب في افريقيا مطلوب حتى في المغرب العربي لان العتاد الاخر المستورد من عند الكبار الصناعه هذه الفكره نتاعهم هي قطع الغيار كيفاش يباع لك لا بياس دي طاشي كيفاش يطيحوا نوصل ليسونس. إذن المواطن الإفريقي ولا المغاربي ولا لما يشري يفضل يشري هذه تقعد له جيل جيلين لما تشوفوا انتوما باللي فيه اون كونكورونس دي لويال جماعة يمشوا يستوردوا لو توك بادغام بور فو كونكورونسي هنا خبرونا ممنوع حاجة اللي ننتجها هنا ممنوع تجي من الخارج بصح بشرط أنني نحترم الذوق تاع المواطن والجودة. في 2022 آن الأوان أن يكون لنا إنتاج كهرومنزلي جزائري ولو بنسبة 60-70% معليش باش نزيد كما كانوا يديروا الجماعة يستوردوا مكونات تاع مبردة تاع ريفريجيراتور ويركب هنا يقول كان ندير في الصناعة ماشي صناعة سي لا سبيكولاسيون وهذا شيء موجود يعني مازال كاين سي انتردي احنا نطلبوا الحمايه للمنتوج الجزائري انا نقول لك سي انتردي انا نخلي السوق الوطني يبقى للمنتج. كما تابعنا تحدث السيد الرئيس على أهمية الصناعات الإلكترونية والصناعات الكهرومنزلية. سيد عقون وأنتم يعني ممثل لوزارة الصناعة ما هو واقع هذه الصناعات خاصة يعني نعلم أن يعني هناك طلب كبير من قبل المستهلك الجزائري على هذا النوع يعني من الإنتاج. شكرا. انطلاقا ما قدم به فضيلة السيد رئيس الجمهورية قال كلمات عددها أكثر من مرة وهي ممنوع 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 خلاص لا بد أن نتوجه في هذا السياق لم يبقى لنا إلا أن نقوم بتوظيف كل ما هو لدينا من مزايا اقتصادية من بنية تحتية اقتصادية من بنية صناعية من أجل تطوير الصناعات. في هذا الإطار تتجه استراتيجية وزارة الصناعة من أجل حماية المنتوج الوطني من أجل رفع القدرة الإنتاجية للمنتوج من أجل الحصول على نوعية جيدة للمنتوج الموجود. ومن هذا المنطلق فالجواب يكون كيف أننا نستطيع أن نسوق منتوج للمستهلك لابد أن يكون هذا المنتوج مصنع حقيقيا يعني بأتم معنى الكلمة بنسبة عالية من الإدماج وطنيا ثم لابد أن المستهلك أنه يثق في المنتوج تاعنا والثقة ما يكتسبها المستهلك إلا إذا قدمنا له منتوج صالح للاستعمال عنده جودة عالية وقابل حتى لكن كيف نسترجع هذه الثقة سيد الثقة نسترجع أولا بأننا نثمن ما هو موجود من بنية تحتية صناعية لدينا مصانع لبس بها سواء في القطاع العام العمومي أو القطاع الخاص في مجال عدة مجالات كهرومنزلية أو الحديد أو غيرها لابد أننا نقوي من فعالية هذا القطاع لابد من أن نطور تنافسية هذا القطاع لابد من أن نوفر شروط أو المناخ الحقيقي والأمثل لممارسة هذا الاستثمار لكي المستثمر أن يكون مرتاح من ناحية القانونية مرتاح من ناحية الضمانات مرتاح من ناحية أنه يستطيع أن يسوق لابد أننا نحطوه في خانة تاع الثقة. أولا دونك وفرنا له بفضل القانون الاستثمار اللي تم
إنشاؤه مؤخرا، ضمنا للمستثمر ضمانات عالية جدا، وفتحنا ورشات كثيرة يعني كما مشروع يعني قانون المالية 2023 أيضا قانون الاستثمار الجديد بما فيه من مناخ. دونك حضرنا بما لأن القانون الجديد أنه أعطى الثقة، صدر وفر على الأقل عناصر في تسهيلات في حوافز أيضا في حواز عناصر الثقة. أولا أن المستثمر لازم يكون عنده ثقة من ناحية استقرار القانوني، أن هناك استقرار قانوني من ناحية ليس كل عام أو عامين يغير في القوانين. ثانيا أعطينا له ضمانات بحيث أنه يستطيع أن يستثمر ويتحصل على أمواله سواء كان. وهنا لا نفرق بين المستثمر الأجنبي والمستثمر اللي يتعامل بشراكة أو المستثمر الوطني أو حتى المستثمر الجزائري المقيم خارج الوطن. لكن هناك ضمانات، هناك ثاني شفافية، هناك شفافية في التعامل عن طريق إعطاء المزايا نتاع الاستثمار، والمزايا موجودة حددها قانون الاستثمار بما يخص المزايا إذا كانت تحول القطاعات كما تفضلتي أو إلى الاستثمار من الولايات الأولوية. كان هناك ولايات تستحق أنها تستثمر فيها أكثر من ولايات أخرى، وهناك كذلك من المزايا اللي تعطى للاستثمارات المهيكلة يعني بمعنى عندها قوة قاعدية جدا مقبولة. وعلى هذا الأساس فلا بد أن نوفر المنتوج انطلاقا من جودة عالية، انطلاقا من أن نوفر بكمية عالية بكمية جد كبيرة، ولكن لابد أن بالمقابل أننا نقوم بحصص أو بترويج للمستهلك أنه لابد أن يثق في المنتوج. وهناك عدة منتوجات كمثلا الجليد الجلود والنسيج. الجلود تاعنا احنا صناعه الجلود عندنا جوده يعني عاليه جدا، كذلك بالنسبه للنسيج، كذلك بالنسبه للكارومنزيليه، كذلك بالنسبه لصناعه الحديد. كل شيء هذا اعتقد انه اذا حققنا هذه الارضيه فلا بد ان نسترجع الثقه تدريجيا من منتوج بلدي انه ينتج بثقه. وللحديث في نفس السياق للحديث يعني عن ترقيه المنتوج الوطني، يعني هذا يعني يدفع بنا يعني الى تصدير. هو بحثا عن اقتصاد يعني بديل دائما للجزائر، تعمل الجزائر على الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023، هل هذا ممكن سيد الهواري؟ شكرا جزيلا على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أكيد إذا قارنا يعني أو قمنا بتحليل لهيكل الميزان التجاري في سنة 2021 أو 11 شهراً من سنة 2022، نقول أنه نستطيع الجواب على هذا السؤال بأنه أكيد ممكن وأكثر، بالدليل والبرهان معرض الإنتاج الوطني هو إحدى أهم المحطات من أجل التعريف بالمنتوجات الوطنية في مختلف المجالات. كان السيد رئيس الجمهورية أشرف على تجسينه ما يعبر ويعطي الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على الاهتمام الكبير للسلطات العليا في البلاد وسيد رئيس الجمهورية شخصيا على اهتمامهم بالمنتوج الوطني، سواء من حيث حمايتهم من الاستيراد العشوائي أو تشجيعهم على الترويج لمنتوجاتهم على الأسواق الدولية. تزامن هذا المعرض مع معرض دولي آخر على مستوى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بمعرض دولي للصناعات النسيجية والجلود. يعني كنت السلطات العمومية سطرت أهداف وتحديات لأول مرة في تاريخ البلاد بأن تحقق 5 ملايير دولار نهاية سنة 2021، وهذا ما تم تحقيقه بفضل يعني استراتيجية وخارطة الطريق وضعتها السلطات العمومية للبلاد من خلال وزارة التجارة وترقية الصادرات التي تشرف على هذا النشاط الهام في البلاد من أجل تحقيق مداخيل للعملة الصعبة بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية، لأنه هناك لجنة متابعة التجارة الخارجية يشرف عليها قطاعنا الوزاري. اليوم في سنة 2022 يعني لما نتحدث بلغة الأرقام حققنا صادرات تقارب 6 ملايير دولار، كان السيد الوزير أعلن عليها أمس في قصر المعارض لدى استضافته أعضاء السلك الدبلوماسي من أجل التعريف بالمنتجات الوطنية في مختلف أجنحة صافيكس. لما نجي نقارن الرقم هذا 6 ملايير دولار والسلطات العليا كانت قد سطرت 7 ملايير دولار، نجد أننا حققنا أكثر من
80% من أهداف في سنة. يعني لسنا بعيدين. لسنا بعيدين على تحقيق رقم 7 مليار دولار، حتى ولو حققنا 90 أو 95، هذا شيء مشرف. وإيجابي جدا. وإيجابي جدا، ولكنه يبقى ضئيل بالمقارنة بالقدرات التي تسخر بها بلادنا. وأيضا يعني الدولة عازمة على حماية المنتوج الوطني وتوفير التسهيلة اللازمة لولوج السوق الإفريقية سيد الهواري. أكيد، وهذه من خلال تعليمات سيد الرئيس في على هامش المعرض لدى افتتاحه لدى للمعرض الوطني للإنتاج الجزائري. كذلك لما نقوم بدراسة تحليلية أو بسيطة جدا نجد أنه هناك 6 ملايير دولار في 11 شهر من سنة 2022، هناك زيادة أكثر من 42% بالمقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية. السنة الماضية كنا حققنا 4.5 في 11 شهر لسنة 2021، نتجه إلى تحقيق الرقم 7، وتحقيق رقم 10 ملايير دولار ليس ببعيد. سوف نحاول أن نواصل على الديناميكية المتصاعدة لصادرات خارج المحروقات، لأن الشيء الصعب هو المواصلة على نفس الرتم لصادرات خارج المحروقات. نحن نسعى لوضع خطط وخارطة طريق تتماشى مع الوصول إلى هذا الهدف 10 ملايير دولار كانت سطرته السلطات العمومية، وتكلم حتى السيد الرئيس على لما لا الوصول إلى 15 مليار دولار ممكن في سنة 2024 أو 2025. وحتى مجلس التجديد الاقتصادي كان نظم منتدى التصدير، كان أعلن فيه السيد الوزير الأول على هدف الحكومة لتصدير 10 ملايير دولار، وحتى أنهم هم بأنفسهم متعاملين اقتصاديين كانوا وعدوا أنهم يصدرون 30 مليار دولار في آفاق سنة 2030. توجه إفريقي بامتياز، يعني لما حتى نقوم بتحليل أرقام في إفريقيا نجد أن التصدير لإفريقيا تزايد بنسبة في 11 شهر تزايد بنسبة 20%، صدرنا أكثر من 537 مليون دولار نحو إفريقيا، زيادة ب 20% بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وين صدرنا 430 مليون دولار، 10% من صادراتنا توجه إلى إفريقيا، رقم ضئيل سوف نحاول على الرفع من هذه النسبة من خلال دخول منطقة تبادل الحر الإفريقية، وكذلك شيء مهم من خلال انضمام الجزائر بصفة رسمية إلى بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي الذي هو يعتبر أكبر بنك في إفريقيا ويضم أكثر من 52 بلد عضو فيه. هذا البنك سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالترويج لمنتجاتهم في الأسواق الإفريقية، ونحن بدورنا كسلطات عمومية سوف نسعى لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين من أجل الترويج لمنتجاتهم على مستوى كل أسواق دولية والأسواق الإفريقية والعربية بدرجة أولى. سنتحدث عن كيفية مرافقة يعني هؤلاء المستثمرين لاحقا، وفي نفس السياق دائما دكتور هارون، يعني تم فتح ورشات اقتصادية كبيرة خلال السنتين الأخيرتين كإصدار مثلا قانون الاستثمار الجديد وإعطاء دفع كبير للشراكة الدولية في مختلف القطاعات، أيضا بعث منجم غرج بلاد الضخم وكذا مناجم الفوسفات الواعدة بشرق البلاد وإبرام شراكات دولية في مجال صناعة السيارات وإصدار إطار قانوني جديد لهذه الشعبة يشترط تطوير نسبة الإدماج الوطنية. يعني هل ستساعد كل هذه الورشات والمشاريع الكبيرة من انتعاش الإنتاج المحلي من خلال مثلا مؤسسات المناولة، مؤسسات الصيانة ومؤسسات أخرى؟ يعني طبعا أنا أظن الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية الوطنية مبنية على 3 محاور أساسية. هناك المحور الأول اللي هو محور صناعة الكبرى واستقطاب صناعة الكبرى، طبعا هذا الأمر مر من خلال يعني الحرص على إصدار قانون الاستثمار وكل قوانين التابعة له. طبعا كما يعلم الجميع قانون الاستثمار الآن والاستثمار أوكيل إلى الوزارة الأولى من خلال الوكالة لابي يعني التابعة للوزير الأول. هنالك أيضا تسجيل إلكتروني، هذا يعني أنه قضينا بدينا نقضيه على الشباك الموحد أيضا. نعم، بدينا نقضيه على البيروقراطية. قضية الشباك الموحد الآن هناك شبابيك موحدة على مستوى الولايات للاستثمارات الولائية، وهناك شباك يعني موحد على المستوى الوطني لاستقبال الاستثمارات الكبرى واستقبال أيضا الاستثمارات الأجنبية. أيضا هذه الاستثمارات الكبرى هذه راح ترافق من خلال صناعة المناولة، وهنا هنا إدخال يعني هو المحور الثاني نتكلموا عليه في الاقتصاد الوطني والاستراتيجية العامة. كي نتكلموا على اقتصاد المناولة نتكلموا على كيفية إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المسار، لأنه ما يخفاش عليك أنه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دائما تبحث عن سوق دائم. لما تكون عندك شركات كبرى
كما في مثال الصناعات الميكانيكية، فالصناعات المناولة اللي تديرها مؤسسات صغيرة متوسطة سوف تجد أسواقا مؤكدة. إذن هذا الجزء الثاني ودائما طبعا ودائما. الجزء الثالث هو كل ما عنده علاقة بالابتكار والإبداع والمؤسسات الإبداعية والابتكارية التي أصبحت الآن لديها سند قانوني ابتداء من سنة 2020، لأنه قبلها ما كانش عندنا أي سند قانوني يتكلم عن شركات ناشئة، مرور وصولا إلى إنشاء مجموعة من المتغيرات داخل مناخ الأعمال المرتبط بشركات الناشئة وشركات الابتكارية. والهدف الأساسي في هذا الإطار طبعا هو دعم كل الصناعات الابتكارية المرتبطة بالاستدامة، لأنه الآن لما تدير شركة ناشئة عندك هدفين أساسيين، إما الشركة الناشئة هذه ستتحول إلى شركة تقليدية يعني متوسطة أو صغيرة، أو ستواصل في التطور وتصبح شركة ابتكارية عملاقة أو ما تعرف بلينيكورن، أي أن تحقق مليار دولار خلال سنة واحدة. إذن هذو هما المحاور الأساسية اللي تعمل عليها الدولة الآن من خلال مختلف هذه الأسس هذه. إذن هناك يعني مرافقة لهذه الاستراتيجية من خلال ماذا؟ من خلال قانون القرض والنقد اللي راح يكون يعني سيصدر قريبا مستقبلا يعني قريبا، وراح يرافق في هذا الإطار يعني المناخ الأعمال الخاص بالجزائر. هنالك العديد من الإصلاحات القانونية الآن تمر على مستوى مختلف الأطر القانونية الموجودة، تكلموا أيضا على العقار الاقتصادي الآن اللي هو في إطار الإصلاح. هنالك أيضا السماح للموظف العمومي أنه يدخل إلى مجال إنشاء المؤسسة. لماذا؟ من أجل خلق نخبة جديدة من يعني المقاولين، لأنه هذا ما نحتاجه الآن في الجزائر، نخبة قادرة على رفع يعني التحدي والدخول إلى المنافسة. وهناك أيضا المرافقة والمساعدة في كل المجالات، تخفيض الضرائب، المرافقة في مختلف المجالات. رأي معنا يعني في وزارة التجارة الخارجية وتصدير الصادرات عن طريق ألجاكس الآن تتكلم على مرافقة كل من يريد أن يصدر إلى الخارج من خلال الصالونات، من خلال التعريف. عندك أيضا الدبلوماسية الاقتصادية كان الرئيس قادها يعني شخصيا من خلال زيارات متعددة، والآن وزارة الخارجية أيضا تعمل في هذا الإطار على التعريف بالمنتوج الوطني. أنا نظن أنه كان هنالك كما كانت سماها رئيس الجمهورية سنة اقتصادية هي سنة 2022، ورانا نتوجه بإذن الله سنة 2023 إلى سنة جني النتائج بإذن الله، خاصة أن ربي سبحانه عز وجل يعني ساعدنا هذه السنة من خلال ارتفاع أسعار المحروقات، لأنه مداخيل المحروقات هذه السنة سوف تصل بإذن الله إلى حدود 55 مليار دولار، ومحفز طبعا هذا لأنه الشيء الجديد هذه السنة ماذا هو ولا في هذه المداخيل المرتفعة. حاجة الأولى أننا استطعنا أن نتحكم في الواردات، هذا الأمر لم يكن هناك سابقا لما كان هناك ارتفاع كبير في أسعار المحروقات يعني في سنوات مضت. النقطة الثانية هو استخدام هذه المداخيل في أمور يعني سوف تكون لها مستقبل، يعني استثمارها بشكل عقلاني وبشكل اقتصادي يخليها تكون عندها نتائج مستقبلية. إذن هذا الإطار العام الذي نراه الآن، خاصة أننا مرينا، وأنا دائما نقولها في تحليلاتي، مرينا بمرحلة صعبة عالميا هي مرحلة الكوفيد ثم مرحلة الأزمة الروسية والأوكرانية. نتكلم الآن ونسبة التضخم في بعض الدول 80%، نتكلم ونسبة التضخم في دول أخرى يعني متطورة جدا أوروبية وأمريكية 10%، نتكلم ومنذ أشهر قليلة أو أسابيع قليلة دول عملاقة فيها المواطن يدير مسافة كيلومترات يعني الطابور من أجل الحصول على بعض القطارات من البنزين. يعني لما نشوف المناظر هذه ونشوف الواقع الآن الموجود في الجزائر نقول الحمد لله لدينا قدرة على أن نسير المواقف التي نمر بها بكثير من الرشادة والحكمة والعقلانية، وهذه اللي خلات هذا الآن المواطن الآن يقول أنه كل شيء متوفر في الأسواق. حتى هذه الندرة اللي حدثت بشكل مرحلي لما طبقنا قانون المضاربة أتت أكلها، وأصبح الآن المواطن يذهب يلقى الزيت ويلقى الحليب ويلقى السكر وكل المواد المدعومة. وعلى فكرة لما نتكلم على توفر المواد المدعومة في الأسواق، فنحن الآن ساعدنا المواطن البسيط ما بين 5000 إلى 7000 دينار جزائري في الأسبوع، لأنه لما تنحي المواد واسعة الاستهلاك اللي كانت مدعومة معناتها المواطن سيدفع إضافة مما كان يدفع عليه في الشهر، لأنه كي تتكلم على الحليب المدعوم راه يدير 2500، كي تروح تشريه يعني بالسعر نتاعو الحقيقي باللي يتباع في الكرتون راح يدير 13000. احسب بالفرق، إذا كنت عندك ريتلة وحدة برك 10000 في يعني في اليوم 30 يوم راه عندك 300000. الخبز كيف إذا ما تلقاش تاع 10 دينار 15 دينار شحال راح يكلفك، وهكذا مع الزيت ومع باقي المنتجات. إذا الحمد لله تحكمنا في كل المشاكل اللي كانت موجودة. الآن التحدي الآن اللي راه موجود هو تطوير يعني تثمين ما هو موجود وتطويره والبوادر اللي ظهرت. التطوير يعني هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نعم البوادر اللي ظهرت الآن، البوادر اللي ظهرت الآن تؤكد على أن ما سيكون قادما أحسن بإذن الله إن شاء الله. دكتور
هارون، يعني دكتور صافي كما تفضل يعني دكتور هارون عن أهمية يعني الرفع وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعني اليوم تعزيز نشاط القطاع الخاص بات عنصرا أساسيا لتحفيز النمو يعني الشامل وإيجاد فرص الشغل. فعلا يعني في كل ولا نرى يعني القطاع الخاص يعني وحده يعني منفصل عن القطاع العمومي اليوم. السياسة الاقتصادية في الجزائر نقول لك 80% مركزة على القطاع الخاص. فعلا للدولة دور تلعبه في تنظيم السوق وضبط الآليات لتسير الاقتصاد، ولكن القطاع الخاص له دور كبير جدا في دفع عملية التنمية في على كل المستويات، ليس فقط في الجزائر، يعني اقتصاديات يعني الدول يعني المتطورة ترتكز على المؤسسات الخاصة. هو فيه عمل عمودي وفيه عمل أفقي. الأخ عقون كان يتكلم على البنية التحتية للصناعة في الجزائر، ولكن نظن أنه اليوم أنا قلت في مناسبات سابقة يجب إعادة هيكلة خارطة طريق الجزائر الاقتصاد الجزائري. يعني كيف هو اليوم لازم نعرف الاقتصاد الجزائري ما هي أولويات كل قطاع، مثلا قطاع الفلاحة تتبعوا صناعة غذائية يتبعوا، لازم هذه السلسلة من بداية من الأرض من المنتوج يخرج من الأرض إلى أن يسوق في السوق. مثلا يجب ترتيب القطاعات الاقتصادية في الجزائر أولويات أيضا ودعمها وطرح أولويات وإعادة ضبط خارطة الاقتصاد الجزائري، وكان الاقتصاد الجزائري كان مسيطر عليه الاستيراد، واليوم يعني الأخ تكلم على ثقة الجزائريين في التصدير، هذا تحول كبير جدا. أنه اليوم بعد سنتين أو ثلاث سنوات قل الجزائريين أروحوا تصدروا الأبواب مفتوحة، يعني وكأنه ثقل يعني مخاطرة كبيرة أنه تكون في استثمارات من طرف خواص جزائريين، أنه اليوم يتوجه ليس فقط للسوق المحلي ولكن يتوجه لأن فيه يعني مخاطرة فيه مغامرة أيضا. أنا نركز كثير على الإجراءات اللي تسير الاقتصاد الجزائري ونحدد القطاعات الاستراتيجية اللي قادرة تخدم الصناعة في الجزائر، الصناعة التحويلية، الصناعة الإلكترونية، الصناعة الثقيلة ممكن تتحملها الدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص، يعني حتى الصناعات الثقيلة تحتاج إلى الصناعات الصغيرة صغيرة دكتور. واليوم الزميل تكلم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فعلا توجه العالمي اليوم في الصناعة وفي التنمية الاقتصادية هو الركيزة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. المؤسسات الناشئة عندها طابع خاص تتطلب درجة عالية من التكنولوجيا والإبداع والمرافقة، ولكن يا دكتور من الكفاءات يعني فعلا كثيرة يعني المتخرجين من الجامعات. العمل الحالي والضروري الآن هو التدعيم والمرافقة المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لأنها تساهم بصورة مباشرة في تلبية، خاصة الرئيس يركز على الإدماج الاقتصاد الجزائري المنتوج المحلي في الصناعات. أصبح اليوم ضرورة في الصناعات أكبر من ضرورة، ومن يقوم بهذا الدور هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأن عندها من الإمكانيات ما تقدر يعني تطور هذه الصناعات نتاعها بإمكانيات يعني ممكن أنها تروح بعيد في، ولكن يجب تنظيم. قلت أنا خارطة الطريق للاقتصاد الجزائري بهدوء باستراتيجية عقلانية باستشراف يعني وضع آليات لتنظيم الاقتصاد الجزائري، وممكن نروح بعيد في وخاصة السوق الإفريقية اللي رأي كل دول العالم اليوم القوى يعني أنظارهم توجهها القوى الكبرى يعني متوجهة إلى إفريقيا، وممكن المنتوج الجزائري ينافس المنتوج الأوروبي في إفريقيا يعني في الأسواق وهذا الإفريقية. يعني ما نتمناه ونترجاه ونعمل من أجله دكتور. هذا هو الهدف الاستراتيجي للاقتصاد الجزائري. أنا ما نديرش منتوج لينافس في منتوج ألماني ولا في السوق الألمانية، ولكن ندير منتوج لينافس السوق الأوروبية في إفريقيا وفي الدول المجاورة، وهذا هو هذه نظرة استراتيجية إن شاء الله ممكن نلحق لها في يعني في بثقة كبيرة في المدى جدا يعني إن شاء الله. القريب يعني والمتوسط. تفضل سيد كمالة السيد الأستاذ الكريم. فعلا هناك رؤية استراتيجية سطرتها وزارة الصناعة انطلاقا من مخطط العمل الحكومة، وهي تنظيم قطاع الصناعة حقيقة. أولا واش قلنا عملية التقييم، نقوم بعملية التقييم ما هي مهما كان هناك نقاط قوة للبنية التحتية للاقتصاد الصناعي، وكان هناك نقاط ضعف.
رانا احنا نعزوا من نقاط القوه تاعنا من اجل الحصول على ما نصبوا اليه والوصول الى الاهداف المستطره. كيف الطريقه اللي اخترناها اولا في بدايه الطريق هي اولا تنظيم البنيه التحتيه، تنظيم هذا القطاع، القطاع الصناعي بشكل عام، رئاسه التكتلات او كما سمحنا لي كوميتي دي فيليا، استادير كل شعبه تتنظم في اطار معين من اجل الحصول على كل الامتيازات اللي لازم. مثلا باعتبار كما قلت ساعه تحويليه اغلبها تحويليه لان وجودا احنا اننا نحول اغلب للحديث سيد عقون على مختلف هذه الصناعات، يعني نتابع ودائما في اطار الحديث عن ترقيه المنتوج الوطني نتابع مريم ثابت سي احمد في هذا التقرير، حيث اقتربت من بعض المستثمرين والعارضين للانتاج المحلي واتت لنا بهذا التقرير. الإصلاحات الاقتصادية تبنتها الجزائر خلال السنتين الأخيرتين، توسيع مجال الاستثمار وتدليل العقبات أمام المتعاملين، ترقية الصناعة المحلية وإعطاء الأولوية للمنتوج الوطني، ركائز وأخرى تراهن عليها السلطات الجزائرية لدفع وتيرة النمو وخلق أسس صلبة للاقتصاد الوطني. بعد دخول المنظومة القانونية مقصود بها قانون الاستثمار وقانون التنظيمية حيز التطبيق، الآن نحن ننتظر الانطلاقة الفعلية، لأنه الآن سنة 23 على حساب برنامج الحكومة هي سنة الرقي بالاستثمار، كانت سنة اقتصادية سنة 22، الآن هي ترقية الاستثمار وترقية حتى الاقتصاد الوطني من خلال طبعا ترقية النشاط الاقتصادي بصفة عامة والتصنيع على وجه التحديد اللي رانا نشوفه اليوم تقريب الخطوات اللي قطعتها أو الأشواط اللي قطعتها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية خاصة المؤسسات العمومية الكبرى. احنا ماضيين الى تقليص مجال الاستيراد، طبعا دائما في ترشيد النفقات العمومية، في ترشيد الاستيراد، في ترشيد الاقتصاد الوطني. اذا كان هذا النموذج اللي رانا نشوف فيه الان باعيننا اللي هو المؤسسة العسكرية اللي وصلت لوحدة الدرجة من الدقة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة، كل ما يتطلب دقة يعني والتكنولوجيا انا نشوفه بام عيننا، يعني اعتقد اننا قطعنا اشواط كبيرة اللي راح تسمح لنا أننا ربما نحقق تقدم كبير وانتشار، وأيضا نقدر ننافس سواء في إفريقيا أو في غير إفريقيا. يعني بهذا النوع من المؤسسات وبهذا الدقة في التكنولوجيا وبهذا يعني لافينيسيون لافينيستي، يعني نقدر أننا ننافس في أسواق عالمية. صناعة محلية بامتياز ومنتجات وطنية ذات تقوم القاعدة المركزية للإمداد في صناعة قطاع الغيار في مختلف أشكالها، من ناحية الدبابات العسكرية يعني كما أقول لك الاعتاد العسكري أو الاعتاد المدني، يعني بالنسبة للمؤسسات الاستراتيجية كسونار غاز، سوناتراك وجزائرية المياه. الصناعة العسكرية هي قاطرة الصناعة الجزائرية، وهذا من خلال إمدادها وكذا التعليمات الصادرة من قيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. الهدف من هذه المخابر هو أولا حماية الاقتصاد الوطني، الحصول على منتوج قابل للمنافسة، وحماية المستهلك من الأجهزة المغشوشة، وكذا مساعدة الهيئات المعنية في مجال قمع الغش. تعرف التطور كبير الشركة تاعنا خاصة في السنوات الأخيرة بفضل دعم ومرافقة الدولة وكذلك السلطات المحلية، حيث قدموا كل التسهيلات لجميع رجال الأعمال الصناعيين أو التجاريين والمستثمرين كافة،
وخاصة في السنة الأخيرة هذه، حيث استفاد جميع المستثمرين جميع الصناعيين من رخص الاستغلال. الكثير من المتعاملين المحليين حققوا التنافسية في الأسواق العالمية، وآخرون في استعداد لولوج عالم. مختصة في الإنتاج الصناعي للخزف، تنتج حوالي 25 ألف متر مربع في اليوم، نصدر لأكثر من 20 دولة منها أمريكا اللاتينية، كندا، إفريقيا وعدة دول عربية. أول شركة في الجزائر وفي إفريقيا لصناعة السياج العشب الاصطناعي، وإن شاء الله رانا حابين نروحوا ليكسبورتاسيون إن شاء الله باش نوليو نصدروا المنتوج هذا. سما مادام راهي كاينه منافسه هنا في الجزائر وراه كاين اكتفاء، دوك لازم نوليو نحوسوا على دي مارشي اير. المستثمره في ولايه مزيرع، يعني 60 كيلومتر على ولايه بسكره. القيمه الاضافيه اللي قدمها ولايه بسكره ولا الوسطى الوطني هي اكتساب الخبرات خاصة المستثمرات والفلاحين خاصة في ولاية بسكرة. يعني كي يشوفوا مجمع طهراوي عنده هذه الخبرة في الميدان هذا بالحجم ولا الكاليبر ولا النوعية ولا الذوق في المنتوج نتاعنا ولا حتى الدخول المسبق الأسواق الوطنية ولا الأوروبية، يعني هذا شيء يعني يعتبر كرمز لهم هما. المنتوج تاعنا سوقه في السوق الوطني، وبفضل توصيات رئيس الجمهورية وسيلات الدولة أولا بفضل الله استطعنا الولوج إلى السوق الخارجي، قدرنا نسوق المنتوج تاعنا في السوق العربي. المنتوج الجزائري في جميع المجالات نشوفوا منتوج قادر يكون كومبيتيتيف كاع في لي مارشي اوروبيا مارشي عرب. دونك لازم الانسان يامن بالبرودوي تاعو باش يقدر يلحق الهدف تاعو. مقومات اقتصاديه ضخمه تسخر بها الجزائر، تؤهلها إلى تحقيق تنمية مستدامة لبلوغ اقتصاد قوي مبني على دعامة محلية لمنتوج صنع في الجزائر. لمنتوج صنع في الجزائر، المتداخلون يعني متفائلون بمنتوجاتهم وأيضا متفائلون بولوج يعني عالم التصدير. كيف ستكون يعني مرافقة هذا المستثمر الجزائري ويعني من قبل سواء كانت من قبل وزارة الصناعة وأيضا من قبل وزارة التجارة يعني في تسويق منتجاته هنا بالجزائر وأيضا خارج أرض الوطن؟ تفضل سيد الهواري. شكرا جزيلا. حقيقة فخر الصناعة الجزائرية ما تم عرضه في معرض الإنتاج الوطني هو ما هو إلا عينة فقط من مؤسسات اقتصادية تعمل ليل نهار من أجل اقتصاد هذا البلد. لما نجي نشوف يعني المنتوجات الجزائرية وما هي طرق المرافقة، احنا في وزارة التجارة وبالتنسيق مع كل الوزارات وضعنا عدة آليات وميكانيزمات باش نرجع الثقة بين الإدارة والمتعامل الجزائري. حتى الإدارة الجزائرية لم تصبح كما في السابق، لأنه هناك جيل جديد من إداريين يقومون بعملهم من أجل تحسيس المتعاملين الاقتصاديين لترويج منتوجاتهم نحو الأسواق الدولية. بالدرجة الأولى تلبية السوق الوطنية هو الأهم، يعني حتى التصدير يجب أن يكون هناك تلبية للسوق الوطنية بعدين يتجه إلى السوق الوطنية. حتى وزارة التجارة عندها عدة هيئات موضوعة تحت الوصاية كالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية التي توجد تضم دار المصدر التي تستقبل المصدرين يعني بصفة يومية وتستمع لإنشغالاتهم. حتى أننا قمنا بإنشاء لجان ولائية على مستوى كل ولاية، 58 لجنة ولائية تحت إشراف السادة الولاد السنة الماضية وبرئاسة مدراء التجارة لتلك الولايات، فيها كل المديريات الولائية. يعني حتى الولاية يعني لازم تكون عنصرا في هذه العملية أكيد الاستثمارية. أكيد يعني للتكفل بإنشغالات يعني المصدرين والمستثمرين على حد سواء. وكذلك هناك لجنة مركزية على مستوى الوزارة من أجل التكفل بالإنشغالات التي لم تستطع اللجان الولائية تكفل بها. نسعى إلى خلق جيل جديد من المصدرين الجزائريين، لأن هناك مصدرين كانوا يصدرون منتجاتهم وما زالوا يصدرون، نسعى إلى حثهم على الرفع من قيمة صادراتهم من سنة إلى أخرى.
باعتبار أنها تتميز بالجودة بالسعر التنافسي والجودة. وكذلك هناك عدة مؤسسات يقومون بإنتاج عدة منتوجات يعني ذات تنافسية كبيرة جدا، ولكن للأسف الشديد الجانب يعني الإعلام والترويج لمنتوجاتهم قليل. احنا نسعى من اجل المرافقة، لكن يعني الوسائط يعني اليوم التكنولوجيا يعني موجودة اكيد، هذا هو الترويج والتعريف بمنتوجاتهم عبر مواقع مثلا التواصل الاجتماعي وايضا الذي نعمل عليه، لانه لما تصيب منتوج يسوق في ولاية ما او في منطقة معينة نسعى الى ان يكون مسوق في على المستوى الوطني ولما الى الاسواق الدولية من خلال المعارض. ما الذي يمنع هذا سيد الهواري؟ لا شيء يمنع، بالعكس احنا حتى المتعاملين الاقتصاديين اليوم لازم الفاعل الاساسي في الميدان هو المتعامل الاقتصادي، لانه الحكومه لكن يجب ان تكون له مرافقه من قبل. احنا وضعنا كل الاساسيات وما زلنا نضع رغم كل شيء، هناك نقائص يعني نقرها، ما راناش نقولوا باللي كل الامور يعني صائبه، ولكن نحاول ان نتكفل بالنقائص حتى لو تكون نقائص هناك دون بغير قصد او بدون خبره أو كذا أو بشيء من هذا القبيل، ولكن احنا نحطوهم باش يكونوا معنا في الأسواق الدولية باش يمشوا معنا في المعارض الدولية، لأنه شاركنا السنة الماضية نهاية سنة 2020 في معرض جنوب إفريقيا اللي هو أكبر معرض في إفريقيا، شاركت فيه 54 دولة، والجزائر تحصلت على المرتبة الأولى من حيث يعني نوعية المنتوجات التي تم عرضها. حتى في السنغال، معرض السنغال السنة الماضية تحصلنا على المرتبة الأولى، وعلى الأساس هذا قاموا باختيار الجزائر ضيف شرف لهذه الطبعة، وكان الأسبوع الماضي السيد وزير التجارة هو أشرف رفقة سلطات سنغالية على افتتاح رسمي في دولة السنغال في داكار. حتى السيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات أنه تكون معارض دائمة في الدول الإفريقية لا سيما موريتانيا نيجر سنغال، وهذا ما نعمل عليه. وكذلك قمنا بإنشاء يعني شركة فرع لشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافيكس، قمنا بخلق شركة جديدة اسمها شركة تصدير، مهمتها الأساسية هي مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لا سيما المؤسسات المصغرة على المستوى الدولي باعتبارها تملك خبرة كبيرة في الأسواق الدولية، وكذلك تصدير المنتوجات التي يتطلبها الأسواق الدولية. احنا بالدرجة الأولى اتجاهنا السوق الإفريقية باعتبارها امتداد طبيعي، وكذلك البلدان يعني الجزائر قامت أيضا بإنشاء بنى تحتية يعني لتشجيع عملية التصدير. سيد الهواري، حقيقة يعني لما نشوف الورشات التي هي مفتوحة حاليا يعني طريق العابر للصحراء، القواعد اللوجستية التي تقوم بإنشائهم الدولة من خلال المجمع العمومي للنقل البري للبضائع لوجيترونز، قام بإنشاء منطقة لوجستيك في الشحن واللوجستيك في منطقة تمن راست، كذلك يقوم بإنشاء في منطقة الدبداب، وكذلك في منطقة موريتانيا يعني إفريقيا الغربية أو إفريقيا الوسطى أو إفريقيا الشرقية، كلها أسواق واعدة للسوق الجزائرية. كذلك الطريق الرابط بين تندوف وزويرات التي تقوم بتعبيده السلطات الجزائرية وهو في طور الإنجاز، هذا الطريق سوف يسمح بنقل البضائع من تندوف إلى زويرات الموريتانية في مدة ممكن إلى 12 إلى 15 ساعة، بعد ما هي الآن المدة تصل إلى 5 إلى 6 أيام باعتبار أنه طريق غير معبد حاليا. يعني كل هذه المقومات سوف تأتي بالنتائج يعني على المدى المتوسط لا محالة، من أجل الرفع من قيمة صادرات وقيمة مداخل البلد ولما تحسين مستوى خاصة المعيشة يعني خارج المحروقات. السيد مقداد، يعني الجزائر تعول أيضا يعني على القطاع الصناعي في الدفع بالمنتوج المحلي، كيف تكون المرافقة لهذا المستثمر خاصة في المجال يعني الصناعي؟ المرافقة تكون مباشرة تجاه القطاع العمومي والخاص، وكما قلت سابقا أن هناك عندنا مزايا، عندنا ديزافونتاج، عندنا أمورات جيدة. نعطيكم مثال من ناحية الأرقام، مثلا الصناعات الغذائية والصناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكتروك كلها تساهم بحد كبير إلى درجة 85% من القيمة المضافة، وتستحوذ كلها على 74% من
السوق، كما ان الصناعات الاخرى المتعلقه بالبناء، البناء البناء والكيميائيه، الصناعات الكيميائيه والبلاستيك تستحوذ على 88% من القيمه المضافه. كل هذا احنا يسعنا كقطاع اننا نساهم حاليا بقيمه 5.7 من الناتج الداخلي الخام، وعليه فاستراتيجيتنا من اجل تطوير ورفع من هذا المستوى الى الوصول الى ولما لا الى 10% من مساهمتنا في الدخل القومي. كيف ذلك؟ كما قلت سابقا لابد ان نرافق المؤسسات. اولا لكي يكون هناك منتوج قابل للتصدير لازم يكون منتوج يتوفر فيه معايير دولية. التصدير، معايير دول التصدير، وهنا شركه المؤسسه وزارتنا ترافق هذا المنتج من اجل الحصول على السيرتيفيكاسيون زاكريديتاسيون زاكريديتاسيون كما نقولوا حنا الاعتمادات، الاعتمادات من اجل المرافقه من اجل الحصول على المعايير الثانيه. كذلك لابد من هناك من ايدنتيفيكاسيون صادر تعريف، تعريف تشخيص بالمنتوج، لان المنتوج انا باش يكون ينافس المنتوج على المستوى لازم يكون هناك اللوائح التقنيه الجزائريه، لازم يكون المنتوج انا معروف تقنيا ما هي اللوائح التقنيه، ما هي الشروط الاساسيه التقنيه اللي لابد ان توفر في هذا المنتوج من اجل انه يوفر. هذه كذلك بالنسبه لنا كيف من اجل اعاده هيكله المجمعات الصناعيه. اولا اننا نقوم بهناك عمليه اوديت، اوديت كما نقول حنا تشخيص، التشخيص لما يكون نقاط القوه ونقاط الضعف تاع المؤسسات، المؤسسات خاصه الكبيره كبيره. كذلك اننا هناك كاش اننا القطاع تاعنا يسير المؤسسات الصغيره المتصدره كما تفضل الاستاذ الكريم، ان هناك 50% من كل خدمات الخدمات، لكن ان هناك 9% فقط من جانب الصناعي. لابد اننا نطور من الرفع من هذا العدد، من نسبه المؤسسات الصغيره المتوسطه في الجانب يعني الصناعي، عمليه الادماج ايضا في الادماج. كذلك من ناحيه المناوله طبعا هناك المناوله نراهن عليها رهان كبير جدا خصوصا في حصه الرهانات، دونك نراهن عليها جيدا اننا لان المناوله حترافق المؤسسات الكبرى هي اللي ستوفر ايضا يعني مناصب شغل، مناصب شغل تعاون في الادماج خصوصا الادماج. لابد ان هناك المؤسسات تمشي على هناك نسبه ادماج عاليه جدا من اجل ان يكون المنتوج تاعنا مقبول بشكل عام. هذه هي التصور الاستراتيجي تاعنا تاع القطاع، ان يعني ان شاء الله من خلاله اننا نوصل الى نسبه عاليه من الصناعه في الجزائر. شكرا سيدي للحديث دكتور هارون عن الترقيه دائما يعني المنتوج المحلي، يعني ما هو القطاع الذي يجب التركيز عليه واين يجب وضع الاولويه؟ ونظن احنا دولة قارة وعندنا الإمكانيات أن تتوسع في العديد من القطاعات. نظن القطاع الأول هو مرافقة قطاع الفلاحة في قضية الصناعة التحويلية الغذائية التحويلية. طبعا لأنه كما يعلم الجميع كاين ثلاث محاور أساسية، المحور الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن المائي، هذو محاور أساسية كنا شفناهم، يضاف اليهم طبعا الامن الصحي الامن الدوائي يعني اذا تكلمنا عليه. ايضا هناك ايضا يمكن ان نتكلم على الصناعات الثقيله، الان صناعه الميكانيكيه الان من خلال دفتر الشروط الذي وضع مؤخرا من خلال كل الاجراءات اللي قامت بها الدوله، الشراكات التي عقدت على المستوى يعني الكبرى يعني المستوى اكبر يعني قيادات في الدوله الجزائريه الان راح تشوف النور ابتداء من سنه 2023، وهذا راح يعطينا يعني قوه كبيره في هذا المجال. هناك ايضا يمكن ان نتكلم على كل ما عنده علاقه بالجانب التكنولوجي وتطوير الجانب التكنولوجي. صحيح ربما يرى انه هذا البعض انه هذا الامر يعني صعب، لكن الان نحن بحاجه ليس الى مسايره ما هو موجود في الخارج بل الى قفزه، لانه الان المعلومه او العلم لم يصبح حكرا على جهه معينه في العالم، المعلومه اصبحت متوفره. الان ما ينقصنا فقط هو بعض التنظيم والانطلاق في انتاج التكنولوجيا، لنظن انه الان اثبتت التجارب المختلفه انه الواقع هو من يؤكدها، لانه لما تشوف السياره الكهربائيه الباتري اللي موجوده فيها كل كبريات الشركات كانت تفكر كيف تصنع يعني بطارية كبيرة تسيرها 7000 كيلومتر، لكن أول شركة ناشئة أنشأت سيارة تسير بسير بالطاقة الكهربائية، والآن هي من أكبر سيارات بدون ذكر علامة، يعني جمعت 15000 يعني باتري تاع هاتف نقال وقامت بجمعها مع بعضها البعض ووضعتها على شكل يعني بطارية كبيرة. من هذا المنطلق نظن أنه يجب علينا الآن أن نستغل التكنولوجيا اللي راهي موجودة الآن ونستثمر فيها ونطور بها البلد. النقطة المحور الآخر الذي يجب أن نعمل عليه هو المحور الطاقوي، يعتبر أولوية أيضا هو المحور الطاقوي. الجزائر دولة طاقوية حبينا ولا كرهنا، المداخل من الطاقة مداخل كبرى، الحمد لله هذا العام
الصونه طلعت دارت مخطط رباعي من السنه الحاليه الى سنه 2026 بقيمه 40 مليار دولار. الهدف منه هو تجديد الاستثمارات ويعني وضع استثمارات جديده في مجال البنيه التقويه. الرئيس كان تكلم على هدف اننا نصدر حوالي 1000 مليار مليار متر مكعب من الغاز الى اوروبا في 100 مليار متر مكعب من الغاز الى اوروبا في السنه القادمه ولا في السنوات القادمه. لماذا؟ لان من خلال رفع الانتاج الغاز نتاعنا هناك اتفاقيات التي وقعت مع شركائنا يعني على المستوى الدولي ب 4 مليار دولار. هناك ايضا انبوب الغاز لياتي من نيجيريا الى النيجر الى الجزائر وصولا الى اوروبا، وهذا ايضا راح يمنعنا حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز دون الاستهانة. دكتور يعني ايضا يعني في الاستثمار في الطاقات المتجدده، وهذا ما كنت ساتي اليه، انه الان باستثماراتنا ستكون في الطاقات الاحفوريه اللي احنا معروفين بها وان فيها قوه، يضاف اليها الان استثمارنا في الطاقات يعني الطاقات البديله والطاقات الجديده، هنالك يعني الطاقه يعني الشمسيه وهنالك طاقه الهيدروجين الاخضر. وما لازمش ننسى انه الان هناك برنامج لمد كابل بحري بين الجزائر وايطاليا على مسافه 270 كيلومتر من اجل ايصال الطاقه الكهربائيه. اذا نظن انه رؤيتنا الان في الجزائر هي رؤيه متكامله فيها مجموعه من القطاعات الحساسه، اخرها ربما هو الانطلاقه القويه لقطاع الانتاج الصحي او الانتاجات الصيدلانيه تحت رعايه رئيس الجمهوريه اللي كان يتكلم على انه يضع ثقه كبيره في الوزير الحالي من اجل انه تطوير الصناعه الصيدلانيه، لانه كما يعلم الجميع ازمه كوفيد علمتنا الكثير، ومن اهم الدروس اللي خلتها لنا انه يجب على كل دوله ان تضمن امنها الصحي خاصه في مجال الانتاج الصيدلاني. اذا نظن باللي برنامجنا طموح في الجزائر ورؤيتنا قويه والدعامات موجوده، والاهم من هذا كله انه الاراده السياسيه اللي موجوده الان اراده حديديه تستطيع ان تتجه نحو المستقبل بخطى ثابته باذن الله. باذن الله. يعني اخر سؤال يوجه لي الدكتور صافي، ما هي العوامل المؤثره على اتجاهات المستهلك الجزائري نحو المنتج والانتاج المحلي؟ فعلا انا اريد برك ان اضيف فكره كان تكلم عليها الاستاذ زميل، هو في قضيه تشجيع الصناعيين الجزائريين للتصدير، ولكن ماشي شرط تكون يعني كل الطاقات نتاعنا نوجهها للتصدير. هو الحد من الاستيراد هو فعلا مثل عمليه التصدير، يعني راح نوقفوا عمليه الاستيراد يعني، وبالتالي كي نشجع الصناعيين المحليين في الجزائر للاكتفاء الذاتي وتغطيه السوق المحليه في الجزائر، هذه خطوه جباره جدا، لانه من المستحيل باش نغطي كل احتياجات الاقتصاد الجزائري وكل انتاج الاقتصادي، مستحيل. هو فيه دائما فيه تعاون دولي بين الصناعات بين التكنولوجيات المتطوره، يعني ما كاش اقتصاد قائم بذاته الا في استثناءات ممكن الاقتصاد الامريكي او الاقتصاديات المتطوره كاليابان ولا. ولكن السؤال تاع توجيه يعني مراعاه توجيه، اولا يجب رفع الوعي الوعي لدى المستهلك الجزائري وحتى الوعي لدى المصنع الجزائري فعلا. انه ما لازمش يكون عنده حاجز الخوف النفسي انه المنتوج تاعو راح يتلقى منافسه في السوق، راح يجب تكون فيه ثقه متبادله بين المستهلك يعرف باللي المنتوج المحلي هو ذو جوده عاليه، ومثل تفضل رئيس الجمهوريه كان حث على الجوده فيما يخص استعمال الالات الالكترونيه الكهرومنزليه، يعني المواطن المستهلك الجزائري يجب ان يثق في المنتوج الجزائري عن طريق تحسين الجوده تحسين النوعيه و يعني تقديم المنتوج الجزائري في احسن وجه، يعني هذا من اجل رفع من هذه الثقه وبالتالي رفع الاستهلاك، والاستهلاك يرتفع الاستهلاك راح يحفز السوق المحليه الجزائريه من اجل يعني المستهلكين راح يتقبلوا المنتوج، وهذا بك مثل ما تكلموا الإخوان عن طريق مرافقة الصناعيين الجزائريين وأيضا المستثمر كذلك. شكرا دكتور، شكرا يعني أساتذة لهذه الإيضاحات الثرية. وبهذا مشاهدي الكرام نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج رهانات حول تعزيز المنتوج الوطني والرفع من قدراته التنافسية أين يجب وضع الأولوية. إذن الشكر موصول للسيد مقداد عجون مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة. بارك الله فيكم. والشكر موصول أيضا للسيد الهواري عبد اللطيف مدير فرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات. شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم. الشكر موصول أيضا للدكتور عمر هارون
محلل اقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المدية. شكرا لكم. والشكر موصول أيضا للدكتور عبد القادر صافي أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر الثلاثة. شكرا لك، شكرا للاستضافة. شكرا لكم على الحضور، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. سهرة طيبة مع باقي البرامج، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.